كريم برضو اعرف رايك فيما حدث خلال هذا الموسم مع النادي الاهلي. وطبعا بعد انتهاء الموسم رسميا وفنيا طبعا بفوز نادي الزمالك، واكيد طبعا مبارك لهم على البطوله فنيا، مبروك ليهم. النادي الاهلي محتاجين ان احنا نرجع نعمل فلاش باك لاخر 30 سنه ونشوف احنا السجل بتاعنا في الدوري بنمشي فيه ازاي. احنا كابتن اسلام بدايه من كل عقد كل 10 سنين بنخسر اول من بطولتين ثلاث بطولات او اربع بطولات زي ما حصل من سنه 2000 لغايه سنه 2004. اللي انا عايز اقف عنده هنا اسلوب حل النادي الاهلي للفتره دي، ودايما دايما النادي الاهلي بيصنف خساره الدوري بانه ازمه. ولا يصنف برافو عليك خساره دوري ابطال افريقيا بانه ازمه. النادي الاهلي يصنف خساره الدوري بانه ازمه. ليه؟ لان الدوري دايما هو المقياس على النفس الطويل للنادي الاهلي، النادي الاهلي دايما مشهور بان هو بطوله الدوري هي البطوله المحببه ليه، النادي الاهلي نادي البطولات ذات النفس الطويل. طيب احنا لما نيجي نبص على التسعينات، في بدايه التسعينات نادي الاهلي خسر الدوري مره لصالح النادي الاسماعيلي ومرتين لصالح نادي الزمالك قبل ان يعود لاحتكار الدوري من موسم 93-94 لغايه نهايه التسعينات لما كابتن حسام ابراهيم انتقل نادي الزمالك وكسبوا الدوري في 99-2000. نشوف ايه النادي الاهلي دايما الكابتن اسلام بيجي في بدايه اول موسم بعد الخساره قمه واكثر اكثر درجه من الصرامه في التعامل مع الاخطاء الداخليه، لان برضو لازم الناس تعرف حاجه مهمه جدا واحنا بنحلل خساره دوري. مفيش خساره دوري بتخسره لسبب واحد، لا، لازم اسباب بتتجمع. يعني مثلا انا على المستوى الشخصي انا مثلا بتابع الدوري المصري فعليا من موسم مثلا 87-88. انا شفت النادي الاهلي بيخسر اول 3 دوري في التسعينات، شفت النادي الاهلي بيخسر اول 4 دوري في الالفينيه، شفت 2014-2015. عمري ما شفت في حياتي، عمري ما شفت في حياتي على المستوى الشخصي، ده وجهه نظري الشخصيه، هذه الاخطاء الفجه التحكيميه المتعمده من وجهه نظري زي اخر موسمين ما شفتهاش. لكن هل ده السبب الوحيد لخساره النادي الاهلي الدوري؟ لا، وما ينفعش نقعد نقولها كتير. هو سبب موجود، لان البطوله دي يا جماعه بطوله الدوري من 34 اسبوع، ما ينفعش نقول هو سبب واحد، لا، هو السبب عامل اساسي مؤكد، لكن في عوامل اخرى. ودي مثلا من الجيل بتاع كابتن اسلام، جيل كابتن اسلام والجيل الممتاز مع مستر مانويل جوزيه كان بيتظلم ظلم فج في دوري ابطال افريقيا، ولكن قوه الفريق كانت تستحمل ان في اخطاء تحكيميه في المباراه. وانا قبل كده كنت استشهدت بمباراه انيمبا في ابوجا لما النادي الاهلي كسب 1-0 بجون عماد متعب، ويوميها كان كيملي شونج حكم موريشيوس هو حكم المباراه، والتسلل ما كانش بيحسبوه اصلا عشان انيمبا يتعادل. فقوه الفريق ساعتها يقدر ان هو يستحمل، بنلعب جوه ال 18 بس كنا بنهاجم بالظبط، بس قوه الفريق نفسه يستحمل ان الحكم يجي عليا. دلوقتي الفريق لا، مش بالقوه والقدره البدنيه والذهنيه والفنيه انه يستحمل اخطاء تحكيميه. عشان كده انا بقول اخطاء التحكيم مع مباراه الاهلي مؤثره على طول. لو انت حرمت النادي الاهلي من هدف او حرمته من ركله جزاء انت اثرت على النتيجه، وده كان واضح ان هو معروف، ما علينا. لكن تاني هسيب بقى الحته دي، احنا اتكلمنا على التحكيم كتير، تعال نتكلم على البيت من جوه. احنا بقى من جوه هنعمل ايه؟ اتفضل. مهم جدا ان احنا نشوف مثال مشابه ليه اللي كان بيحصل في التسعينات. انا افتكر موسم 93-94 حصل ثوره كبيره في فريق النادي الاهلي من حيث القايمه، من حيث الجهاز الفني، من حيث امور كتيره خاصه بلجنه الكوره ساعتها، طبعا مع اختلاف ان طبعا يعني نظام الكوره مختلف دلوقتي عن قبل كده. زمان كان في لجنه كوره وكان الموضوع متشعب شويه، دلوقتي دخلنا اهو في شركه الكوره واكيد هيتعين شركه جديده وداخلين في امور مختلفه شويه. فمهم جدا جدا ان احنا نبدا في حل مشاكلنا من داخل البيت، وان احنا ان شاء الله باذن واحد احد ننظم الامور اول حاجه في قائمه الفريق واختيار العناصر اللي تقدر تفيد الفريق ان شاء الله السنه الجايه، وتعالج القصور اللي احنا اكيد اتكلمنا عليه كتير السنه دي. ومهم قوي 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 ان احنا نخلق منظومه وجو جيد للفريق للموسم الجاي. ومهم قوي كمان في وجهه نظري الشخصيه لائحه الفريق. انا افتكر ان اول موسم دايما بعد خساره جامده، حتى افتكر موسم خساره الدوري من انبي في الاسبوع الاخير من موسم 2002-2003 وبعديه، كان في لائحه اشد من اللائحه اللي قبليها. كل الامور دي بتبقى امور داخليه داخل الفريق. مهم جدا جدا انك تنظم البيت في الداخل عشان نقدر نبني فريق. حتى احنا بكل امانه يا كابتن اسلام
احنا تعاقبنا على التحكيم ان احنا الحاجه الوحيده اللي طلبنا بيها الحمد لله اتحققت، ان احنا جبنا رئيس لجنه حكام اجنبي، وده امر يحسب لقناه النادي الاهلي والاعلام الحر في الاعلام الرياضي المصري اللي كان دايما عايز يطور منظومه التحكيم. وبصراحه انا شايفها لحد ما بشاير، ما ممكن يبقى لا مش الحقيقه بشاير جيده على الموسم الجاي بصراحه تتطور. والراجل فعلا يعني بشهاده الجميع اللي بيشتغلوا معاه كلهم بيقولوا كلاتنبرج فعلا بيصحح الاخطاء وشغال بشكل كويس جدا. وكمان في حاجه ثانيه، الحكام خايفين منه. الله ينور عليك. الحكام خايفين منه إيه؟ بصراحه لك إيه؟ هو ده الموضوع. صح، هو ده الموضوع، ان هو ما يعرفش كريم سعيد، ما يعرفش احمد سعيد، ما يعرفش اسلام، فبالتالي كريم سعيد زي احمد ثابت زي اسلام، كل واحد نفس فكره المدير الفني الاجنبي للاهلي او الزمالك او منتخب مصر. حته ايه؟ ان هو ما عندوش مجاملات. كل المدير الفني الاجنبي كان كابتن صلاح الله يرحمه يقول انا بحب المدير الفني الاجنبي ليه؟ هيجي ما فيش اعتبارات، واللعيبه فعلا اول ما هتشوفه صار ما هتخافوا منه. ده فعلا الوضع اللي احنا بنتمنى ان كلاتنبرج يمشي، وده بس هو في الاخر ايتم او توبيك بره برانا، انا مش في ايديا ان انا اصلحه. يعني احنا شفنا بمناسبه التحكيم برضو، وده شيء هام، لان احنا شفنا مثلا ما يحدث خلال هذه الفتره من التحكيم ايه؟ مثلا هو راجل ما عملش حاجه، لكن هو اعطى فرصه النفس، بمعنى ان انا ممكن يبقى في احتكاك ما بين لاعب والاخر في فتره ما قبل كلاتنبرج كان بيتحسب الفاول وانت مدي ظهرك. نعم. مدي ظهرك. دلوقتي لا، في الكره بتمشي، يعني انا متخيل ان لو حسبت الكره قد ايه في الملعب قبل كلاتنبرج وبعد كلاتنبرج، هتجد ان هي اعلى بشويه بعد ما كلاتنبرج جه. ليه؟ لانه بيسيب اللعب يمشي شويه. لا، وفي نقطه مهمه جدا جدا تؤكد ان قرار استقدام كلاتنبرج قرار صحيح 100%، هو الكارثه اللي وقع فيها الكابتن سيد مراد المسؤول عن الفار في واقعه الكتل او واقعه الشاي. هو طلع نفاها بالمناسبه، يعني طلع نفاها، وبعديها ب 24 ساعه شهود عيان طلعوا اكدوا كلام الكابتن سمير عثمان. يعني حصل هنا اختلاف يا جماعه، دي مصيبه، دي مهم يا كابتن اسلام. اصلا جزء من الشغلانه ثقه، الثقه في الشخص اللي بيدير الامر، ان انت النهارده طلعت نفيت بكامل ثقه، وان انت عمال تقول والله ما معناته والله العظيم يا جماعه ده ما حصل، وحلفت 30 يمين، طلع بعديها ب 24 ساعه شهود عيان بياكدوا يقولوا لا، ده الكابتن سمير عثمان الواقعه اللي قالها حصلت، وحصلت في ماتش كذا ومن الحكم كذا، ولما راح سال لان احد العمال هو اللي شال الفيشه، والسؤال هنا العامل ده شال الفيشه بقصد ولا هنخش بقى بقصد ولا من غير قصد. فتاني احنا عايزين نقول ان مع كل عقد بيحصل السيناريو اللي احنا شايفينه، النادي الاهلي بيخسر موسمين. ولكن هنا في نقطه مهمه، هل معنى كلامنا فقط هو اللي هيخلي ان شاء الله يعني كان النادي الاهلي يكسب 7 ألقاب ورا بعض؟ لا، الشغل والعمل وتحليل الاخطاء والصراحه والصرامه في تنفيذ وتصحيح الاخطاء دي هو العامل الاساسي اللي بيخلي النادي الاهلي يطلع من اي كبوه. زي ما قلت، انا استشهدت بموسم 93 94، واللي من سن يعني مواليد الثمانينات يفتكروا الفتره دي كانت صعبه جدا جدا على النادي الاهلي. ما بيصغر نفسه، يعني قصده ايه مواليد الثمانينات؟ لا ليه، بيصغر نفسه، انا بكبر نفسي كده. كبروا عليا، ده انا لسه انا تميت والله من يومين 41 سنه، يعني مش سنه. وانت طيب، انت طيب، انت طيب، كل ده عشان يقول لنا